بالوقت اللي أخبار أوكرانيا غطت كل أخبار العالم المحلية والدولية، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا مبارح إلغاء إلزامية الكمامات بالأماكن المكشوفة والمهوى، وأعلن كمان إيقاف طلب الهيس كود على مداخل المباني والمجمعات التجارية. الهيس كود اللي بتركيا بيعرفوه، اللي هو رمز إلكتروني مرتبط بملفك الصحي وبيثبت خلوك من فيروس كورونا. وقال كوجا أنه انتهى الحجر الصحي بالمدارس، وألغيت كمان اختبارات كورونا PCR من الأشخاص اللي ليس عليهم أعراض. وأكد كوجا أن تركيا رح تنتقل من مكافحة الوباء إلى مرحلة الحماية الفردية، وقال أنه الكمامة يجب أن تكون جزء لا غنى عنه في حياتنا اليومية. وبهي القرارات الجديدة فينا نقول أنه تركيا بلشت تحتوي الفيروس، وأنه حملات التلقيح الكبيرة اللي عملتها جابت نتيجة، وهذا الشيء طبعاً بيبشر بموسم سياحي رح يكون قوي، ورح نرجع نشوف الحياة صارت ترجع أول بأول. خلونا نشوف العرب الموجودين بتركيا كيف شافوا خبر إلغاء فرض القيود الصحية. تعليق من جمعة بيقول: لقد ذهب عام كثر فيه الوباء والمشاكل والفساد، نحمد الله على نعمة العافية، ولكن أتمنى أن تكون الأعوام القادمة مليئة بالفرح والسعادة والراحة والطمأنينة. أما سهى فعم بتقول: لازم يمنعوها لأنه في عالم صاروا يلبسوها بهدف سرقات وبهدف تغطية الوجه لأغراض شخصية. تعليق من لولو بيقول: الله شاهد من دخلة كورونا لليوم، بس بأيام التراب منحط هالكمامة ومنمشي على الطبيعة. تعليق من راشد بيقول: المشكلة تعودنا عليها، واليوم اجا شخص فكرته زبون، قلت له تفضل بشو فيني ساعدك، شفته ابتسم وطالع الكمامة من جيبه، ولما حطها عرفته وطلع البترون أو صاحب العمل. تعليق من أبو علي بيقول: يعني خلصت المسرحية؟ أما نور فاستغربت إلغاء فرض القيود الصحية، وقالت أنه يعني بشكل حزين بعد ما صارت الكمامة جزء من حياتنا.